قالت سحر زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي الذي توفى مساء أمس عن عمر ناهز 58 عام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا أنه كان موجود بالمستشفى من شهر مايو الماضي، وكانت حالته الصحية بدأت تتقدم والطاقم الطبي قاموا بتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة على أكمل وجه، وكان يستعد للعودة لبرنامجه منذ 31 ديسمبر الماضي. وأضافت أن أمر الله كان أسرع من عودته للعمل، إلا أن حالته تدهورت فجأة خلال نصف ساعة فقط، رغم أنه كان يتحدث معي قبلها، ولكنني فوجئت بخبر وفاته المفاجئ. وأشارت إلى أن هناك من عالجه خطأ في بداية مرضه، وإنه لازم يتعاقب لأن هناك خطأ طبي حدث من طبيب العزل المنزلي، والذي أدى إلى تدمير 95% من رئته. دول قتلة مش أطباء، والأطباء اللي أشرفوا على علاجه في مستشفى الشيخ زايد يعلمون ذلك جيدا، وإن هناك خطأ طبي جرى معه من قبل الطبيب الذي كان يقوم بعلاجه عن طريق العزل المنزلي، وأنا هقول التفاصيل بعدين. ووجهت رسالة لكل من يصاب بفيروس كورونا ألا يذهب لأي شخص، ولكن يجب أن يذهب للطبيب موثوق منه.